حق وراءه مطالب، والحق يعلو ولا يعلو عليه. وتعلمنا من أشرف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ونحن نقول يا ليتنا كنا في كربلاء لندافع عن المظلوم ونفوز فوزا كبيرا. يا أهل العالم، إن كربلاء اليوم هي في أشرف، ومن يدافع عن أشرف كأنه يدافع عن الحسين في كربلاء، وسيفوز فوزا عظيما أقسم بالله. لذا من لبنان نبارك ونؤيد وندعم المقاومة الإيرانية الشريفة والمباركة الحق والمحقة، والتي فضحت زيف الملل ودجله وظلمه وبطشه بالشعب الإيراني الشجاع الرافض لنظام القمع والاغتصاب والقاتل، والذي لا يمس للإسلام بصلة. واليوم أهنئ وأبارك كل الشعب الإيراني بأن الحقيقة ظهرت وانقلب السحر على الساحر، وظهر وظهر الباطل، إن الباطل كان ظهر. ها هي اليوم منظمة مجاهدي خلق، هي الحق الثابت، وها هو الحرس الفاشل القاتل الدموي يدخل ضمن الإرهاب وصفة الإرهاب. والأكثر آت والنصر آت إن شاء الله بهذا الصدد. شكرا. اسمحوا لي قبل أن أختم أن أتقدم بقناة الحرية، وأتشرف بمشاركة هذا الشرف العظيم، أن نتبرع بمبلغ 700,000 ليرة لبنانية لقناة الحرية. وأخيرا بمناسبة مولد منقذ البشرية العدل المنتظر الإمام المهدي القائم من آل محمد المقتصة، ومن قامنئي والملل، لأن في روايات أهل البيت أن أول ما يخرج الإمام المهدي. علامه سید محمد علی الحسینی از لبنان در صحبت‌هایش در تماس با برنامه گلریزان همیاری با سیمای آزادی از جمله گفت: